طبعا عندنا فعلا زي ما نهاوند بتقول اكتر من موضوع عايزين نتكلم مع حضرتك فيه، بس بما اننا يمكن يعني بطبيعه الحال يمكن نطول معاك شويه في الدوريات الاوروبيه، فاستاذنك نبتدي بخليجي 25. وفكره ان بعد 44 سنه بتعود العراق لتنظيم هذه البطوله، كيف رايت التنظيم؟ كيف رايت الفعاليات؟ كيف رايت المباريات حتى هذه اللحظه؟ وخصوصا في ضوء الامطار الغزيره اللي نتج عنها حاجات غير مسبوقه شفناها في ماتشات كتير الحقيقه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، عشان يعني هقول بس كلمه على خليجي في سطر ومش هنتكلم عليها تاني في الجزئيه دي، وهنتكلم كوره. الكره تصلح ما تفسده السياسه. حلوة بس خلاص، حلوة والله حلوه يا سيدي، مش هنتكلم في تفاصيل هذه الجزئيه، نخش بقى في الكوره. الـ 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 العراق هي الكاسب او الفائز الاكبر من البطوله، حتى لو خسر البطوله مش مشكله، يعني حتى لو لمس البطوله هو الفائز الاكبر لاعتبارات كتيره جدا، عوده البطوله الى ارض الرافدين بعد 44 سنه زي ما حضرتك قلت. الاصرار العربي الخليجي من الثمان دول ان هم البطوله تقام، لان طبعا عماله تؤجل كتير في العراق تحديدا بسبب المشاكل بقى اللي احنا يعني ربنا ما يجيبها تاني في العراق، والحظر بتاع الفيفا وامور كتيره جدا كلها شككت حتى امنيا حتى قبل انطلاق البطوله يوم الجمعه. اول ما بدات كان حتى في تشكيك، لكن في النهايه اقيمت البطوله في مدينه البصره، ولو حتى مش في كل العراق ولكن في مدينه البصره، فده شيء كويس جدا. عجبني كمان وجود انفانتينو، مش عشان هو يعترف بيها، خلاص هو الموضوع منتهي، مفيش اعتراف ببطوله خليجي كبطوله رسميه، وهي في وجهه نظري بالمناسبه هي افضل بطوله وديه في العالم لانها منظمه وشيك وجوائزها كويسه. وايه المانع في ان يتم الاعتراف؟ لا ما ينفعش يعترف بيها، انا ضد الاعتراف. من باب العلم بالشيء ليه؟ من باب العلم بالشيء، لانه لو اعترف ببطوله خليجي، هو حتى كان في تصريح لبلاتر قال انا لو اعترفت قبل كده، يعني لو اعترفت ببطوله الخليج اعترف ببطولات الشوارع في البرازيل، لان اي حد ببطولات الشوارع في البرازيل. لا هقول لحضرتك، هو صح، هقول لحضرتك ليه. النهارده في بطوله اسيا وبطوله مثلا افريقيا، لو هتاخد بطوله خليج طب هنحترم بقى بطوله العرب وبطوله شمال افريقيا وبطوله غرب افريقيا وبطوله غرب اسيا، يعني في اطر عامه يعني. لا لا لا، دي ضد بيعتبرها في الفيفا عنصريه. بمعنى ايه؟ هقول بس حاجه. لا انا معاك، انا باكد كلامك، هو الموضوع ملوش مقارنه، يعني هو كان ممكن يوضح بس ما يديش مثال بحواري. لا هو مش قصده الحواري، يعني هو قصده ايه؟ اي حد حاجه محليه يعني. قصده ايه؟ يعني مثلا ايه، احنا هنعمل بطوله ايه للجماعه الغربيه؟ لا ده مش موجود، يعني هي في النهايه في اطر رسميه، لان هي بتبقى عنصريه شويه. ازاي؟ ان مثلا العرب عاملين بطوله، الخليج عامل بطوله، الشمال مش عارف عامل بطوله، في ما هو في بطوله شمال افريقيا شغاله بس مع بعضينا كده في الحب، يعني الموضوع ايه ودي بطوله اسيا وكده يعني. لا بطوله اسيا رسميه. اما انا بقول لك بطوله اسيا رسميه، لكن بطوله خليجي ده انتوا مع بعضكم كده بالحب، ثمان دول الخليجيين بتحبوا بعض بالحب كده، ممكن عشان يبقى منطقه الشرق الاوسط فيها تقسيمات واعتبارات كتير. هو في كل العالم كده، هتلاقي حتى في البرازيل، البرازيل طبعا اكبر دوله في العالم بتحب كره القدم، والشوارع والحواري والمش عارف الشواطئ، فاي حد بيعمل بطوله فمع نفسك بقى، مع نفسك خلي الفيفا عشان الرزنمه ما تتسعش قوي، فعشان كده مش عشان يعترف بيها. ارجع بقى للاستفاده، ان هو مش موجود انفانتينو مش عشان يعترف، لا انا عجبني تصريح انفانتينو ان هو هيبتدي يرفع الحظر عن ملاعب او الكره العراقيه، كره القدم العراقيه، شيئا فشيئا، فكويس فاستحقوا ذلك طبعا، فاستحقوا. فهي مكاسب كتيره جدا 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 تصب في صالح العراق في المقام الاول، عشان قلت العراق هي الفائز الاكبر من البطوله حتى لو تفز بالبطوله. فنيا بقى نروح للفنيا، يعني بدات مؤخرا مثلا السعوديه وقطر بعد طبعا مشاركتهم في كاس العالم بداوا ما يهتموش قوي بالبطوله، لانها نرجع نقول ان هي وديه، فعشان كده شاركوا بالمنتخب الرديف والمنتخب الاولمبي، بس لها مشاهدات كتيره وكبيره من كل الانحاء على فكره. يعني هي لها قيمتها، هي مونديال الخليج، مش هي مونديال الخليج. أيوة. هي مونديال الخليج، عشان كده انا ما عجبنيش التقليل منها حتى لو منطقيه من وجهه نظر انفانتينو، بس انا مش حاسه هو مقللش، هو لا يعترف بيها بطوله رسميه. انا معاك بس دي منطقه، هي برضو هم حتى الخليج خلاص الموضوع بالنسبه لهم مش جوه دوله، انت بتتكلم على منطقه الخليج ككل، وهيش منطقه صغيره ابدا، يعني هي كمان بطوله ما لهاش تصفيات، يعني هي ايه، هم الثمانيه هم اللي بيشاركوا، بيتقسم على مجموعتين، واذا حد فيهم غاب بيظبطوا يعني من غير، بس ده برضو ما يقللش ان هي بطوله كبيره جدا ولها جماهيريه كبيره، لها جماهيريه بتقام يعني سعداء بعودتها بعد 44 طبعا سنه. طبعا انا يعني بطوله حلوه مش وحشه، بالعكس بطوله جميله، لكن كره القدم في الخليج في اخر كام سنه كمان متطوره، تطورت كتير أوي كتير أوي. تطورت كتير. اشوف حركة العراق قطر نظمت ازاي، اشوف السعوديه عملت ايه، الموضوع عدى كتير يعني.
فنرجع بقى فنيا حتى طبعا خلاص هو المربع الذهبي بقى العراق مع قطر وعمان مع البحرين. من الجميل في الرباعي ده ان منهم ثلاثه اخر ابطال ثلاث بطولات. صحيح. يعني البطوله الاخيره البحرين البطل، اللي قبليها عمان البطل، اللي قبليها قطر البطل. اخر ثلاث ابطال البطوله دي قطر ثم البحرين ثم عمان ثم البحرين، بالاضافه للعراق اللي هو البلد المنظم اللي ما خدهاش من سنه 88. عشان كده البطوله حلوه، يعني حتى اما تلاقي المواجهات بصراحه انا في وجهه نظري ناريه، يعني العراق مع قطر ماتش قوي جدا. انا ارشح قطر، يعني مش اتمنى، لكن يعني اي حد يفوز ما يغنينيش، لكن ارشح قطر، عفوا ارشح العراق، العراق لانها اقوى. قطر صعدت بصعوبه لانها بتشارك بالمنتخب الاولمبي، صعدت بصعوبه لانها بتساوي حتى بهدف متاخر في ماتشها ضد الامارات، كان نفس الرصيد مع الكويت، وهي صعدت بفرق المواجهات المباشره. يعني مش يعني كتر خيرهم انها اصلا تاهل المنتخب، يعني ان هو تاهل. فالعراق بشكل كبير جدا بنسبه 90% في المباراه النهائيه. تبقى طبعا مواجهه ناريه جدا 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 ما بين البحرين وعمان، الاخر بطلين للبطوله. البحرين داخل بيحافظ على لقبه ومعاه عامل مباريات حلوه. عمان في وجهه نظري برازيل الخليج بصراحه، بيعملوا كره هايله جدا. المستويات متقاربه، لا يمكن تقدر تقول مين يرجح كفه مين، يعني ما فيش حتى 51 49، العمليه 50 50. عشان كده بطوله الخليج بطوله حلوه. ملعب البصره وملعب الميناء في العراق بصراحه ملاعب كويسه جدا. موضوع المطر خلاص الله غالب بقى، نعمل فيه مطر الخير في حاجات مش بايدينا يعني. زحاليق يعني هم ما كانوش عاملين حسابهم في القصه دي، فكانت يعني ظهرت اكتر في تقريبا مباراه السعوديه، فكانت الموضوع كان صعب جدا أوي. لكن أوي. في النهايه يعني الحمد لله ربنا ربنا يكرمهم ويسترها، وان شاء الله تكمل على خير، ويوم الخميس يبقى في نهائي محترم لبكاس خليجي.